أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول في العالم، لما يحظى به من إمكانيات ونواحي إيجابية ساهمت في رفع الناتج المحلي وخلق الفرص الوظيفية. كما أدى الابتكار والتنوع بهذا القطاع إلى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتنوع في مصادر الدخل، وهذا ما تسعى له مملكة البحرين تماشيا مع أهداف رؤيتها 2030. تحرص مملكة البحرين على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظراً لدورها الكبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أمروز، بالنسبة عن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وأعتقد هو أكبر قطاع اليوم يمثل شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال في البحرين. شو تشوفين قدام؟ إحنا الحكومة مشكورة أعلنت خطة التعافي. والحمد لله إحنا في وضع الجائحة بعد مرينا بظروف أفضل من غيرنا. شو تشوفين قدام؟ من اللي بينجح؟ من اللي بيكون في تيربولنس؟ يعني إحنا الكوفيد، يعني إحنا أوريدي، يعني طبعاً الوضع التجاري دائماً كان دلمة. إحنا اللي قاعدين نشوف اليوم، طبعاً إحنا 98% من المؤسسات ومن الأعضاء في الغرفة small and medium companies. 98% أغلبهم، يعني 2% عندك الشركات الكبيرة. اللي احنا قاعدين نشوفه طبعا التحديات بالتواصل وبتكون طبعا كبيره، فالمؤسسات الصغيره والمتوسطه لازم ما تاخذ مجازفات وتدش في السوق التجاري بدون proper strategic planning. لازم يكون عندهم رؤيه، ولازم الموديل مالها ما يكون بس على مستوى البحرين، الموديل لازم يكون على مستوى عالمي، ان انت تقدر تاخذ الموديل اللي موجود في البحرين يقدر يشتغل في اي دوله عالميا اذا انت تطلعها. يستمر السعي لتطوير القطاعات التجاريه وابتكار مشاريع واليات عمل تواكب المتغيرات المحليه بما يتوافق مع رؤيه مملكه البحرين الاقتصاديه 2030. وجودك انت في غرفه التجاره وانت مسؤوله عن المجموعه التنسيقيه اللي هي مسؤوله عن اللجان، واللجان في الغرفه حسب اللي انا اعرفه صارت في هالفتره غير، يعني اعتقد هي منتخبه من السوق وليست من اعضاء مجلس اداره. يعني صار بوتوم تو توب. سوري على السؤال، بس شو سويته حق الاسمس؟ كستيرنج جروب وكمجلس اداره وكلجان 10 لجان، احنا طبعا اول شيء غيرنا هيكله اللجان الى 10 لجان قطاعيه مركزين على القطاعات الغير نفطيه، ويبنى ناس مختصين من السوق التجاري يرأسون ويكونون ممثلين في كل لجنة من هال10 لجان. مؤتمر اللجان اللي سويناه كل التوصيات اشتغلنا عليه، والتوصيات كانت تتركز على السمول ميديوم كومبانيز، أغلب التوصيات كانت تتركز عليهم. آخر مؤتمر الحمد لله الله وفقنا، والتوصيات وصلت لمجلس رئيس الوزراء والله يحفظه ولي العهد رئيس الوزراء ما قصر، حول الموضوع على وزير التجارة بدراسة التوصيات وتفعيل التوصيات، وصارت لجنة مشتركة بيننا وبين وزارة التجارة، واليوم كل التوصيات احنا قاعدين نشتغل عليها، من 64 تقريبا توصية و 62 توصية دمجنا المواضيع اللي كانت متصلة في بعض البعض وصاروا تقريبا 35 توصية، واليوم احنا شغالين مع وزارة التجارة في تفعيل هالتوصيات. ليش؟ هدفنا الأساسي حماية التاجر البحريني. تواصل المملكة في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين وجذب مزيد من الاستثمارات وتنمية القطاعات الواعدة وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.